ساعه او كارديو كفيله بحرق الدهون، خاصه اذا نظامك جبلي وتريد تعرف النتائج تضرب ستوب. الجهاز هو يحاكيك يقول لك شنو النتيجة، انت مكمل 60 دقيقة. التايم يقول لك يا محفوظ السلامة والبقى ايش قد حارق كولوريز 281، وهذا الباركورد مالك يطلع لك حتى رقم الشاصي. كل ما تركض زايد بالجري بالابتكال بالدرج انت جاي تحرق الدهون مثل ما اكلت ثريد وتشريب وبيبسي وحلويات تحرقهن باجهزه الاوكارديو. البايسكل هو والماكو سوى كلاوات. الجري ها اذا مشي ما بي فايده، اذا بي انطلاقات وشويه انكلاين جبلي يجيب نتيجه. المرتبه الثانيه الصاعد عليها هذا المواطن الجاي ياخذ ابتكال من الساعه ب 12 وهسه الساعه بالاربعه، صار لاربع ساعات وثلث على هالوضعيه دون توقف. والمهلك والمدمر الله الدرج. الدرج كفيل بصقل العضلات وحرق الدهون طبعا للرجال والنساء. نحييكم من قاعة مونستر جيم، حيا الله متابعينا الغالين. خلي شعارك عرق التدريب يقلل من دماء المعركة.